متكررة تلاحق بريطانيا العظمى. يعني عمالين نسمع ونقرأ من وقت للتاني من أول اتفاقية البريكسيت لحد دلوقتي، وفي أشياء كثيرة بتعاني منها بريطانيا تباعا، طبعا بعيدا عن أزمات كورونا واللي حصل فيها. إيه حكاية البنزين اللي مش موجود في المحطات؟ وإيه الأسباب وراء هذه الطوابير الطويلة التي تنتظر أحيانا من بالليل لتاني يوم الصبح بالناس علشان تحط؟ أنت قلت يعني البريكسيت بقى، يعني هي الأزمة بقى لها أيام، قد يكون من أشياء ساعة ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حسب اتفاقية بريكسيت. السائقين بتاع التريلات والنقل سابوا البلد ومشوا رجعوا أوروبا، ما هو الأغلبية كانت في أوروبا وناس كتير طلعت على المعاش في بريطانيا فما عندهمش سائقين. اضطرت بريطانيا أنها تعلن عن أنها ممكن تنزل سواقين الجيش أو تقدم تسهيلات. لكن لما بريطانيا العظمى زي ما انت بتقول المملكة المتحدة تبقى فيها بدايات أزمة زي دي، يبقى احنا بريطانيا راحت فين؟ مش أول واحدة. صحيح. وهل يا ترى في أسباب تانية خفية غير اللي احنا قلناه ده؟ يعني شخصيا عندي شغف ان انا اعرف مزيد من التفاصيل من ضيفنا اللي معانا وهيشاركنا عبر زوم، الدكتور احمد ياسين، استاذ الاقتصاد السياسي في بريطانيا. اهلا بيك معانا يا دكتور احمد. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك من اول. اهلا بيك دكتور احمد. دكتور، كيف ترى الأزمة التي حدثت، أزمة البنزين، هي مؤشر على أزمات قد تتعرض لها بريطانيا؟ كيف ترصد ملامح هذه الأزمة وما هي انعكاساتها على أزمات أخرى بعد البريكسيت والخروج من الاتحاد الأوروبي؟ يعني هي بالتأكيد أزمة، ولكن هي أزمة يعني عابرة. مثل هذه الأزمة ترتبط ليس فقط مع تداعيات البريكسيت، بالتأكيد ما ذكرتموه قبل قليل بخصوص السائقين الأوروبيين فضلوا أن يعودوا إلى بلدانهم وعدم تمديد إقامتهم في بريطانيا بسبب الضغوطات التي واجهوها في بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الخطوة الأخيرة التي يعني منحتهم إياها الحكومة البريطانية بالتأكيد كانت خطوة غير كافية وخطوة يعني منقوصة بحقوق السائقين الأوروبيين، إذ إن هذه الخطوة تتمثل فقط بتمديد إقامتهم لثلاثة أشهر فقط. بالتأكيد لا أحد يرغب بترك بلده والقدوم إلى بريطانيا لكي يعمل لثلاثة أشهر ومن ثم ينتهي كل شيء بالنسبة إليه ويعود إلى بلده. يعني مثل هذه الخطوة تمثل خطأ واضح من قبل الحكومة البريطانية. طب هل هذا نهج متكرر يا دكتور؟ أنا بعتذر جدا للمقاطعة. هل هذا نهج متكرر بالنسبة للسياسة البريطانية في منح التأشيرات ومنح الإقامات، ولا ده شيء جديد على بريطانيا بعد البريكسيت؟ بالتأكيد هو شيء جديد بالنسبة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهذه خطوة إيجابية. يعني ملف الهجرة هو كان ملف أساسي الذي دفع ببريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، لأن استراتيجية الهجرة المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي هي استراتيجية يعني غير صحيحة وغير سليمة، وكلفت الاتحاد الأوروبي الكثير عندما توسع شرقا وضم دول هي بالتأكيد تمثل مسؤولية وكبيرة جدا على الاتحاد الأوروبي من دون أي فوائد اقتصادية مثل بلغاريا ورومانيا. مثل هذا الملف هو بالتأكيد الذي دفع ببريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، وبعد خروجها طبقوا نظام النقاط الذي المطبق على مر السنوات الماضية في أستراليا والذي أثبت نجاحات اقتصادية كبيرة جدا. لذلك يمكن أن نعتبر مثل هذا النظام المتمثل بالنقاط هو أحد أهم الإيجابيات التي حصلت عليها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. دكتور أحمد، في نفس الوقت أنا آسف هناك أنا آسف يا فندم المقاطعة، هل تتوقع تداعيات أخرى لهذا الخروج بعد البريكزيت والخروج من الاتحاد الأوروبي، هل تتوقع أزمات مختلفة في بريطانيا خلال الفترات القادمة؟ دعني أوضح أولا، يعني أزمة السائقين وأزمة المحروقات في محطات الوقود في بريطانيا هي غير مرتبطة فقط مع تداعيات البريكزيت وعدم رغبة السائقين الأوروبيين بالعودة إلى بريطانيا، هناك عوامل أخرى في مقدمتها تداعيات كورونا، إذ إن مراكز الامتحانات للسائقين للشاحنات الكبيرة لم يكن بإمكانها يعني القيام بنفس عدد
الامتحانات التي كانت تقوم بها قبل تفشي وباء فيروس كورونا. وقد يكون هذا السبب هو السبب الأساسي في نقص عدد السائقين في بريطانيا. كذلك أيضا تراجع قيمة الجنيه الإسترليني في الفترة الأخيرة دفع بالسائقين الأوروبيين كسبب آخر لعدم تجديد إقامتهم في بريطانيا. يجب علينا أن لا نركز فقط على التداعيات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هناك كثير من الإيجابيات، يعني الإيجابيات هي أكثر بكثير من السلبيات. بريطانيا حاليا يعني تعزز موقعها الدولي كالمملكة المتحدة، كبريطانيا العظمى الواقعية. عندما كانت عضو في الاتحاد الأوروبي كانت مهمشة. واضح ان حضرتك كنت من المؤيدين للخروج من واضح ان حضرتك كنت من المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي. نعم انا من المؤيدين وما زلت، وهناك الكثير من الإيجابيات التي يعني حصدتها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. حاليا القول واقعيا بان بريطانيا استعادت توصيفها التاريخي والتقليدي بانها بريطانيا العظمى. طب دكتور احمد، سؤال اخير اذا تسمح لي، هل ستنتهي الازمه سريعا؟ تتوقع خروج سريع من ازمه الوقود وانها ازمه هامشيه ولن تترك اثر في الاقتصاد وفي العمليه الاقتصاديه البريطانيه؟ يعني قبل قليل تابعنا الكلمه التي القاها في مؤتمر صحفي مقتضب لرئيس الحكومه البريطانيه بوريس جونسون، اكد بان الازمه هي عابره ويتم إيجاد الحلول لها. يمكن أن تلجأ الحكومة للسائقين في الجيش البريطاني لتلبية الثغرات في عدد السائقين، ولكن بالتأكيد حاليا مع افتتاح الاقتصاد البريطاني بشكل كامل بعد هذا البرنامج المكثف من منح اللقاحات، مراكز امتحانات السائقين للشاحنات الكبيرة سوف تعاود نشاطها بشكل طبيعي وبشكل معتاد. لذلك هناك يعني توقعات بأن سائقين جدد سوف يشغلون المراكز التي تركها السائقين الأوروبيين. لذلك يمكن القول واقعيا بأنها أزمة عابرة بالرغم من أنها أزمة مزعجة. يعني أنا يوم أمس اضطريت للاستيقاظ حوالي 5:30 صباحا للذهاب من أجل هذا الهدف. ويعني نتمنى ان ربنا صحيح انك تكون وفقت وحصلت على الوقود. بنشكرك جدا يا دكتور احمد ياسين، استاذ الاقتصاد السياسي في بريطانيا. طيب خلونا نروح